فريق المغرب الفاسي وفريق الرجاء الذي يستقبل فريق شباب الريف الحسيمي. يعني حتى النقاط اللي هي جد متقاربه من كل الانديه كتخلينا انه يعني فوز او فوزين كيخليو انه الفريق يكون في المقدمه، هزيمه او هزيمتين كتخلي الفريق انه يكون في اسفل الترتيب امام اللاعبين الذي فريق الهضاء البركانيه في عمليه ديال الاحماء، وبالتالي سننتظر انه يكون هناك تغييرات سواء للهضاء البركانيه او لفريق حسنيه اكادير، وبالتالي الاوراق اللي يمكن يرمي بها كل مدرب خلال الجوله الثانيه سواء عبد الهادي السكتيوي او بيرتران مارشون. لما نتحدث عن الجوله الثانيه بانه جوله المدربين فنتحدث عن التغييرات اللي بامكانها انها تقلب كل المعطيات. تابعوا هذه المحاوله كانت بعيده من ياسين البيساطي اللي بغى يوضع الكره داخل المعترك، ولكن الكره ديالو كتمشي خارج ارضيه الملعب، ضربه مرمى لفائده فريق النهضه البركينيه. فريق حاسية اكادير يمكن لي فقط اربعه ديال اللقاءات اللي ما وقعش فيهم اهداف. الجوله السابعه اللي كان هازم امام فريق الوداد بواحد صفر، الجوله 11 اللي كان هازم امام فتح الرباطي بجوج صفر، الجوله 15 اللي كان هازم المغرب الفاسي بجوج صفر، والجوله 17 اللي كان هازم امام المغرب التطواني بهدف لا شيء. باستثناء هاد اربعه ديال المباريات فكل اللقاءات اللي جراهم فريق حاسية اكادير يعني تمكن من توقيع وتسجيل الاهداف. كره في وسط الميدان، محمد بن رابح الناجي العربي، بن رابح كطيع منه الكره تدخل ديال العميد عبد الحفيظ ديليركي عند زومانا كوني. ياسين كارين كي مرار في اتجاه لاعب زومانا كوني داخل المعترك. زومانا كوني كان مضايق، زومانا كوني كان مضايق من طرف المالي محمد عمر كوناتي، وبالتالي الكره كتخرج خارج ارضيه الملعب ضربه مرمى. شرط لفائده فريق حسنة اكادير ياسين كارين كتضيع من الكره، هذه محاوله عند المالي شيبان الطراوري، الطراوري غيسدد كيسدد سيدا، كانت سديده جميله ديال المهاجم المالي شيبان الطراوري. افضل يعني وافضل اقوى محاوله في بدايه هذه الجوله الثانيه لفائده فريق النهضه البركانيه. يعني لاحظوا شيبان الطراوري كيسدد مباشره للمرمى، ما مشاتش بعيد على مرمى الحارس هشام المجهد. محاوله من فريق النهضه البركانيه تسديد خارج المستطيل العمليات وخارج المعترك، واحد من الحلول بالنسبه للاعبين امام لاعبين الكاس الذي يستعد للدخول، وبالتالي اول ورقه سيرمي بها الفرنسي بيرتران مارشون في هذه المواجهه. سفيان زكريا الناجي العربي اخذ ورد بين اللاعبين في وسط الميدان، صراع كبير في وسط الميدان. زومانا كوني بادي اوك جميله من بادي اوك، عبد الحفيظ ليركي كطيع الكره من بادي اوك لكن كتدخل ديال ياسين كارين. هذه محاوله فائده فريق النهضه البركانيه عند لاعب حمدي العشير من الجهه اليمنى، الحكم كيقول لك خطا لفائده فريق النهضه البركانيه، كانت لفائده لاعب حمدي العشير. لاحظوا المراوغه تدخل ديال اللاعب سفيان زكريا والحكم لم يتردد في الاعلان على الخطا. اذا غادي يكون الان تغيير لاعب امين الكاس الحسن الخميس كيغير اتجاه الجهه اليمنى. هذه محاوله لفائده فريق النهضه البركانيه، رفع الكره ولكن سهله عند الحارس هشام المجهد بسرعه. حفيظ ليركي عبد الحفيظ ليركي زمان كره طلب الكره بالفعل تمريره، ولكن لاحظوا القراءه ديال المدافع المالي عمر كوناتي. لاحظوا عبد الهادي السكتيوي اللي اكيد كان مره من اللاعبين تكون تمريرات دقيقه. التدخل ديال الدفاع دائما ياسين كارين والحكم يعلن على الخطا، يعلن على الخطا ضد اللاعب الحسن الخميس. خطأ لفائدة لاعب ياسين كارين. محظوظ الحسن أخميس اللي رفع الرجل ديالو أمام ياسين كارين، وبالتالي الحكم يعلن على الخطأ. كنلعبوا الآن الدقيقة 57، دائما التعادل السلبي صفر لمثليه في هذا اللقاء الافتتاحي للجولة 21. جماهير الحسنية تنتظر الهدف
والجماهير البركانيه بدورها اللي حاضره باعداد محترمه هنا بالملعب الكبير لمدينه اكادير بدورها اكيد تنتظر تحقيق نتيجه ايجابيه. نتابعوا الخطا، الحكم كيطلب من اللاعبين اللي كيشكلوا الحائط انه يعطيو الامتار القانونيه. وراء الكره هناك ياسين البيساطي اكيد اللي كيلعب بالرجل اليسرى واللي كان وراء كل الضربات الثابته امام ياسين البيساطي. الحكم دائما في حديث مع اللاعبين. قلت بانه يعني في ظل اكيد يعني الصعوبات اللي كيلقاوها اللاعبين على مستوى اختراق الدفاع فالضربات الثابته على مستوى الركنيات على مستوى كذلك الاخطاء يمكن تكون حل من الحلول. هناك انذار لكل من سفيان زكريا والماري محمد عمر كوناتي، يعني يمكن نقول بانه انذار مجاني.